هاي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتعرفوا على sequencers, transitions ولا link words. هما عندهم نفس الاسم، نفس الخدمة يخدموها، ولكن عمل تاعهم يتبدل وعلى حسب وظيفتهم وعلى حسب وين يجوا الاسمهم يتبدل. من نبغوا نكتبوا المقدمة نتاعنا كاين transitions، نعيطوا لهم transitions ولا the link words، لانهم يربطونا من link and sentence ويخلونا نروحوا للcontent، يعني يربطونا من الافكار اللي قدمناها في المقدمة مع العرض تاعنا اللي راح يكون. اوكي، وهنا تكون هذيك الجملة اللي تربط بيناتهم، يعني نجموش ننتقلوا مباشرة body of the work. هنا نستعملوا او نعيطوا لهم link words ولا sequencers. كاين محتوى غادي نديروه، وعلى حسب هذا المحتوى غادي يكون فيه افكار، غادي يكون فيه paragraphs، وعلى حسب هذوك الparagraphs كل paragraph تكون تناقش فكرة معينة، وبالتالي نستعملوا sequencers. هذوك sequencers ينظموا لنا هذو الافكار. القارئ ولا المصحح اللي يجي يقرا الparagraph تاعنا، اللي يجي يقرا العرض او body of the work، يفهم ويعرف بانه كل شيء منظم. زعما رقم واحد كذا، رقم 2 3 4. هنا نعيطوا لهم link words ولا sequencers. على sequencers ما ننتقلوا من فكره الى فكره وننظموا المقاله نتاعنا وننظموا العرض نتاعنا. بالنسبه للconclusion والخاتمه، نعيطوا لهم هنا closing words ولا نعيطوا لهم link words، يعني الكلمات يعني اللي نكملوا بهم، اللي نغلقوا بهم المقال نتاعنا. قبل ما نبداو خاصكم تدوا قلم، تدوا كراس، وتبداو تسجلوا فيه اش غادي نقولكم دروك. transitions ولا link words اللي يجوا في المقدمه، هذو اللي تتهم لكم الخطا اللي فاتت، كيفاش تكتب مقدمه جيده وش هم الخطوات اللي لازم تتبعهم باش تكتب مقدمه جيده. اللي ما شافوش الفيديو ادعوكم تحو تشوفوه، بزاف مهم سورتو للتلاميذ اللي يبغوا يجيبوا نقطه مليحه وعندهم مستوى مليح ويقدروا يعبروا باللغه الانجليزيه. ثم خاصهم فقط ينظموا افكارهم وش يديروا، وش هم الخطوات اللي يدوهم. ننصحكم تروحوا تشوفوه، خلي لكم الرابط تاعو في اسفل الفيديو. The introduction فيها transitions ولا فيها link words. هذو transitions ماشي من نجو نبداو الانتروداكشن تاعنا نكتبو link words، لا خطأ. ما نبداوش الانتروداكشن تاعنا with link words ولا بالكلمات الرابطة او بالكلمات الانتقالية. نستعملوهم من نبغو نكملو، يعني نعرضو افكارنا، واني هدرت عليهم قلت لكم في الفيديو الاول. نستعملوهم من نبغو نكتبو الجملة تاع linking sentence. هذه linking sentence هي الجملة الرابطة، وبينت في المقدمة على ما راني رايح نهدر. قبل ما نروح مباشرة للمحتوى خاصني ندير جملة تخلي القارئ يفهم بلي سي بون ساي كملت، واني رايح زعما جملة تربط راني رايح للمحتوى. نستعملوهم من نبغوا نطرحوا السؤال اللي هو raising the problematic. سو مي تبغي تطرح هنا الإشكالية وتطرح السؤال تاعك، تستعمل link words، link or transition words. تلكم تقدروا ترومبلاسو linking sentence بالسؤال، يعني ممكن يكون السؤال هو أيضا linking sentence، هو اللي راه يربط لك بين المقدمة ويربط بين العرض. هذو هما transitions. So moreover, subsequently, consequently, therefore, that is. Now, روحوا للbody of the work. هو اللي يحتاج بزاف sequencers وبزاف link words. علاه؟ باسكو خصنا ننظموا الأفكار تاعنا اللي رايحين نطرقوا لها. خصنا المصحح أو القارئ تاع المقال تاعنا يفهم شنو رايحين نهضروا، ويفهمنا رانا في النقطة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا رانا في الأخيرة. كاين كلمات نستعملوهم نسموهم sequencers الباسطين for beginners. ما معنى beginners؟ اللي هما المبتدئين، يعني نيفو تاعهم شويه، يعني ما يسمح لهمش ان يكتبوا باراغراف تكون شويه يعني النيفو تاعها شويه طالع بزاف. صحيح، تما هنا بالنسبه للبيجنرز نقدروا نستعملوا first, next, then, after that, finally. نستعملوهم من نبغوا نحكوا قصه telling stories or giving instructions، يعني باغي انا نقدم نصائح، بنقدم recommendations نصائح او تعليمات. كاين 1 2 3 4 how I want to explain how to، بنشرح مثلا كيفاش تقوم بهذا الشيء. هنا كيفاش نقوم اوتوماتيكمون تحتاج number 1 2 3 اللي هما first, next, then, after that, finally. ولا نبداو يعني ما ديرش ديك ذان، ما ديرش هذه ذان، وافتر ذات دير first, second, third, fourth, fifth,
and so on. Well, last one, dear finally. ولا إلا بديتها firstly تكملها secondly, thirdly, fourthly. يعني ما تبدأهاش firstly وبعد تروح بدير second. خاصك بديتها بالadjective تروح تكمل كامل adjectives. وبديتها بالadverbs تكمل كامل adverbs. يعني اللي هما first, second, third, fourth. ولا firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly. هنا مثلا راك تناقش في فكرة بشكل عميق أكثر. يعني عندك أفكار كثيرة. عندك ثقافة معينة. عندك رصيد لغوي. هنا لازم شوية تخلع المصحح وتستعمل بعض اللينك ووردز اللي راح نقول لكم دروك باش يعطي قيمة ويعطي ثقل ووزن للمقالة تاعك، واللي هما in addition إضافة إلى additionally also moreover furthermore further besides accordingly eventually. وعندنا أيضا نقدر نستعمل اللينك ووردز اللي يكونوا متعلقين بال cause expressing a cause or reason or expressing a consequence or results. سمع هنا اللي استعملتهم بالطريقة المناسبة بغيت تعبر على نتيجة تستعمل link words الخاص بالنتيجة اللي رانا دايرينهم في الدروس، يعني دايرينهم مع الأستاذ نتاعك. بغيت تستعمل تعبر على reason اللي هو السبب، هنا تستعمل link words والكلمات الرابطة المتعلقين بال cause. إذا كان مثلا بغيت تستعمل مثلا بغيت تعبر على condition for example تستعمل link words تاع condition، وهكذا بغيت تعبر على purpose تستعمل مثلا to for so as to in order to. مع على حسب شك باغي تعبر على قلتكم تعطوا ثقل ووزن للمقالة أكثر إلا روحتوا يعني روحتوا هنا specific ودخلتوا في الأفكار واستعملتوا يعني ما طلب منك. وهذا الشيء اللي يطلب دائما في البكالوريا أنك توظف ما درسته في يعني في القواعد. والقواعد ما هيش فقط تحسب عليها في البارت ولا في الاكسرسايز التمرين المخصص للقواعد برك تاع سنين نقطتين ولا لا، بالعكس راك تحسب عليها في الريتن اكسبريشن يعني في التعبير الكتابي تحسب عليها. ولا كان ما طبقتهاش وسورتو سورتو الا كان كتبتها واستعملت هذه القواعد واكيد يعني واستعملتهم بطريقه سليمه هذه المصحح يعطيك نقطه مليحه بزاف. وسورتو سورتو الا طبقتوا شي قلت لكم في المقدمه وفي الخاتمه وفي العرض هنا as link words. هنا ننصحكم اللي ما شافوش الفيديوهات ندعوكم تروحوا تشوفوهم. وسورتو قلت لكم هذا موجه اللي باغي يجيب نقطه كامله ولا باغي يجيب نقطة مثلا 4.5 و 4.75 من 5 ولا 5.5 ولا 5.75 من 6 بالنسبة للغات الأجنبية. روحوا شوفوه ما تستهينوش به يعاونكم بزاف. روحوا الآن conclusion نقولوا لهم closing words ولا link words اللي هما كلمات نكملوا بها نختموا بها وعندنا منهم بزاف ما نستعملوهمش في النهاية في بداية الخاتمة نستعملوا هذو الكلمات ويعاونونا يفهم القارئ انك راك راح تختم المقال. اللي هما in conclusion to conclude in closing as shown in the essay in brief in short after analysis all in all to sum up to summarize on the whole overall. هذو ماذا بيا تكونوا انتوما كتبتوهم ودونتوهم في الخراس تاعكم. You need to practice more on writing. يعني writing ما هيش هيبة موهبة جت مسمى. موهبة هذه تتطور مهارة تكتسب مع التدريب عن ممارسة. You need practice باش تولي تكتب. اكتبوا عن اي موضوع اي شي صراكم في حياتكم اليومية ما تستهينوش بهذا الشيء يخليكم تكتسبوا رصيد لغوي وبالتالي تطبقوا شا قلت لكم حرفيا. وصلنا لنهاية الفيديو. نطلب منكم حاجة تشاركوه مع اصدقائكم باش تعمل فائدة وباش تدعموا القناة باش تدعموا المحتوى هذا. ان شاء الله يتمنى يكون في فائدة الجميع. Thank you very much for watching. نتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.